وللحديث عن كثب بشأن التطورات السورية خاصة في الوضع الميداني والإنساني ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري. سيد سيادة العقيد حاتم الراوي مرحبا بكم. لنبدأ من نقطة المراقبة التركية الثامنة تتعرض لاعتداء وقصف من قبل قوات النظام السوري. بداية يعني كيف تقرأ ما يجري؟ هذا ليس الاعتداء الأول على نقاط المراقبة التركية، كيف تنظر إلى ذلك؟ سلامي لك أستاذ الكريم والسادة مشاهدي قناتكم الفاضلة. بالنسبة لنقاط المراقبة التركية يعني وزعت في محيط إدلب، جنوب إدلب وشمال حماة، يعني أبعد نقطة اللي هي في مورك، في تنسيق مع الجانب الروسي المحتل لسوريا أو شبه محتل لسوريا، هو لم يعلن عن نفسه صفة المحتل. أما بالنسبة للنظام فالنظام ضرب الرتل، ولكنه ضرب محيط الرتل، يعني لم يضرب الرتل بشكل مباشر ولا يصاب أحد من الرتل، حتى الشهداء الذين سقطوا سقطوا من المدنيين الذين كانوا يرحبون بهذا الرتل. طيب. الآن لا يزال النظام يتحرش ويضرب في محيط نقاط المراقبة، وخاصة نقطة المراقبة التركية الموجودة في هذا على ماذا؟ يعني ما نقرأ من هذا الكلام؟ نقرأ منه أن روسيا تضغط على سيادة العقيدة. الصوت يصلنا متقطعا، هلا غيرتم مكانكم بعد إذنكم؟ تفضل أكمل. يعني قد يكون ذلك صح. تفضل أكمل. يعني روسيا تريد الضغط لكنها تبتعد عن الصدام معها بشكل مباشر، فتحرك أذنابها في المنطقة لهذه التحرشات لعل تركيا تتراجع عن موقفها. تركيا الآن هي في موقع أقوى من داخل، يعني في سوريا هي بميزان القوة هي الأقوى، أقوى من روسيا، لأنها هي منطقة حدودية ومرتاحة ودعمها وتواصلها متواجد، ثم أنها هي لم تحرك طائرات وجيوش عابرة للقارات لتصل إلى منطقة اشتباك. روسيا بوضع مهزوز، ومع ذلك نجد أن على التقدم باتجاه إدلب الآن. يعني الصورة القادمة التي يعني أنا شخصيا أضع يدي على قلبي من حالة واحدة، أن ما حصل في خان شيخون، أن فصيل الذي هو اسمه جبهة النصرة وأخيرا غير اسمه إلى هيئة تحرير الشام، هو الفصيل الأقوى والفصيل المسيطر مع باقي الفصائل من الاقتراب من مناطق التماس في منطقة خان شيخون، مما جعله هو صاحب القرار. وعندما بدأت المعركة تقترب، يعني قبل أن تحتدم المعركة أعلن انسحابه من خان شيخون، وهذه الحالة ليست الأولى من قبل هذا الفصيل، هذه الحالة تكررت في أكثر من موقع في الجنوب السوري وفي الشرق السوري قبل هذه المرة. لذلك أنا أقول أن الرؤية الآن باتجاه إدلب، إذا تمكنت تركيا وهي الضامن لهذه القوات من توحيد كلمة الثوار وجمعهم تحت مسمى واحد وقرار مركزي يتحركون من خلاله ويتخذون قرارات من خلاله، فلا طريق لروسيا ولا للنظام على إدلب. إذا سيادة العقيد دعني أقف معكم هنا. خان شيخون هناك فصيل، هو الفصيل الأقوى، هو جبهة النصرة كما تحدثتم، هو صاحب القرار، لكن هل سيغير أو ستغير جبهة النصرة من ميزان القوة، خاصة إذا ما علمنا ربما أن أسلحته غير متطورة بسيطة جدا، ولكن هل ستغير الجبهة من ميزان القوى في تلك المنطقة خاصة في خان شيخون؟ ليس فقط في خان شيخون، أنا أتكلم عن كل منطقة إدلب. الفصيل المسيطر بشكل كامل هو جبهة النصرة، وهو الذي يمتلك الأسلحة الأكثر تطورا، يعني لا أقول متطورة لكن أسلحة باقي الثوار، حتى عندما تحصل إحدى الفصائل على أسلحة يعني أقرب إلى المتطورة تصادرها منها جبهة النصرة وتبعدها عن المكان.
لذلك القرار بيد جبهة النصرة ومفاتيح جبهة النصرة في أنقرة. فإذا تمكنت تركيا من توحيد كلمة الثوار وإبعاد القادة الأجانب الذين يستفيدون بالقرار في المنطقة فلن يتمكن لا روسيا ولا النظام من الوصول إلى أجل. طيب سيادة العقيد، هناك من يعتقد بأن أساس المشكلة هي منطقة خان شيخون والعملية العسكرية المستمرة من قبل النظام وروسيا على إدلب وريف إدلب وريف حماة. ماذا تبقى من اتفاق سوتشي بعد كل ما جرى سيادة العقيد؟ سيدي، سقوط إدلب أو احتلال إدلب هو صلب اتفاق سوتشي وهو صلب اتفاق أستانا 13، لأن هذا قرار دولي أن يفتح طريق حلب دمشق وحلب اللاذقية، وخان شيخون هي المنطقة التي تقع على هذين الطريقين معا. لذلك أنا أرى أن انسحاب جبهة النصرة من خان شيخون، وهنا أحب أن أذكر بأن جبهة النصرة انسحبت من خان شيخون لكن باقي الفصائل لا زالوا يحاربون والمعارك الآن. أنا باتصال قبل قليل مع منطقة خان شيخون، المعارك تحتدم في البلدات والقرى المحيطة بخان شيخون بين النظام والروس على الأرض، يعني الروس موجودون الآن كعسكر على الأرض من جهة وبين الثوار، لكن أي يعني أين نقطة الضعف؟ أن كل فصيل يقاتل لوحده. هذه الحالة. أما بالنسبة لخان شيخون فأنا أذهب مع أنه قرار دولي ولا بد من تسليم خان شيخون لروسيا لفتح هذين الطريقين. أما ما هو قادم بالنسبة لإدلب فستتضح الصورة من خلال وضع الثوار. نعم سيادة العقيد، من اسطنبول العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري، شكرا جزيلا لكم.